لماذا عذرنا ابن حزم ولم نعذر الجهمية في الأسماء والصفات؟ ليه؟ لأن الجهمية تعتبر منهج، تعتبر منهج، لكن ابن حزم منهج، منهج أهل السنة، ولكنه زل في هذه المسألة. لكن الجهمية منهج متكامل، منهج متكامل في الأسماء والصفات والأسماء والأحكام وقضية الإيمان ومسائل القدر ومسائل الوعد والوعيد، منهج متكامل كله فاسد، كله فاسد. لكن الإمام ابن حزم عليه رحمة الله زل في مثل هذه المواطن. والعجيب بأن إخواننا أصحاب طي الحسنات ونشر السيئات يعتمدون على ابن حزم. ابن حزم عندهم إمام. طيب على منهجكم لماذا لا تطون الحسنات وتشيرون سيئاته؟ لماذا لا تصنعون ذلك؟ ولذلك الذين علموهم هذا المنهج وهم الحدادون أكثر منهم تطبيقا لهذا المنهج. في طائفة اسمها الحدادين، الطائفة دي أصلها من مصر، لأن مصر دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كل الأفكار اللي بتظهر في العالم بتطلع من عندنا، من هنا ما شاء الله نحن مصدر الأفكار. ويريتنا بنصدر العلم ونصدر التقنية والتكنولوجيا والحضارة زي ما احنا بنصدر الأفكار دي. فكرة نشر السيئات وطي الحسنات أول ما ظهرت، ظهرت هنا في مصر ونبتت في مصر، وبعدين صدرت إلى المدينة وتلقفها أهل المدينة، ثم بثوها فوصلت إلى اليمن، ومن خلال المدينة واليمن انتشرت إلى شمال إفريقيا، وظهر لهم كيان وأصبح لهم موقع وما إلى ذلك. يبقى أصل الفتنة دي، فتنة طي الحسنات ونشر السيئات، أصلها منين؟ من مصر. ولذلك أرباب السبابة وقعوا في الحدادين، الحدادين اللي هم إيه؟ اللي هم أصل الفتنة دي، يعني أصل فتنة السبابة طائفة الحدادين هنا في مصر، في إحدى المدن المصرية ظهرت فيها طائفة الحدادين، وقالوا أي واحد يعمل خطأ أو تبدو منه هفوة يتقلب خلاص، لا يؤخذ منه علم ولا فهم ولا فضل ولا أي حاجة. وهذه الطائفة جابت فتح الباري وصحيح مسلم، شرح صحيح مسلم، وجابت كتب القرطبي والنووي والمازري، جابت كل الكتب ديت كومة كده، تريلا كده مثلا، مثلا يعني بتاع كتب، وراح حرقنها. ليه بقى؟ دول كلهم ما ينفعوش، دول ما ينفعوش. الناس دولت، الناس دولت هم أضبط في منهجهم من السبابة، لأن السبابة يتبعون الأهواء، لو رضوا عن واحد يخبوله الإيه؟ السيئات، ولو زعلوا من واحد ينشروا له الايه؟ السيئات. وده غلط. يعني بالنسبه لتطبيق المنهج، منهج السبابه، افضل ناس طبقوا منهج السبابه على الاصول الحدادين. فالسبابه لو هم جابوا اهل السنه من السلفيين في جنب، لا كانوا معهم في جنب، ولا كانوا مع مين؟ مع الحدادين في الجنب التالي. وغفر الله للمسلمين جميعا. هؤلاء جميعا اخواننا، مع أخطائهم مع زلاتهم، هم إخواننا، نرجو لهم السلامة ونحب هدايتهم، ونرجو يعني وندعو الله عز وجل أن يهديهم في يوم ما، حتى تلتقي الجهود وتتآلف القلوب ويتحد الصف، كي نواجه هذا العدو الذي يكمن لنا ويتربص بنا الشر.